السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: سؤالي عن الزكاة، والدي ماذا يدفع في زكاة ماله؟ هل يجوز أن يعطيني من الزكاة لإصلاح سيارتي، علما أني أعمل وأنفق على زوجتي وبناتي ولا أقدر على مصاريف إصلاح سيارتي؟ السيارة خاصة بي وملكي أنا، لكن من الناحية الورقية عندما اشتريتها سجلتها باسم زوجتي. الجواب عن هذا أن القاعدة التي تحدثنا عنها مرارا أن الزكاة لا تجوز للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لتوفير حاجاتهم الحياتية وضروراتهم المعيشية، لأن هؤلاء إن احتاجوا فنفقتهم على أصولهم أو فروعهم يأخذونها من حر أموالهم وليس من زكواتهم، فدفع الزكاة إليهم معناه أنه يقي ما له بالزكاة، يوفر ما له فلا ينفقه ويتقي إنفاق ماله من خلال الزكاة، إلا في قيد: إذا ضاقت إمكانات الوالد، الوالد إمكاناته محدودة، ليس عنده فائض أكثر من الزكاة الواجبة، والولد محتاج وليس عند والده ما يدفع له من صدقاته العامة أو من هباته التطوعية، في هذه الحالة لا حرج أن يأخذ من زكاة والده ما لا غنى له عنه، لأنه في هذه الحالة قد يكون أولى من غيره ممن لا تربطه به هذه الصلة. يعني إن كان في وسع الوالد وفي طاقته أن يبذل له من صدقاته العامة فهذا هو الطريق، أما إذا كانت الإمكانات محدودة لا تتسع لإخراج الزكاة ثم لإعانة هذا الولد من صدقات عامة فيكون أولى بها من غيره، ولا بأس ببذلها له في هذه الحالة.